حميتهم بظن. انتظر دقيقتين لأي حدا من الزملاء ينضم لنا. دقيقتين بس، خلوكم دقيقتين. بس خبروا انه واضحة الشاشة عند الجميع. ايوه الشاشة ظاهرة. طيب يا زملاء، بداية محاضرة اليوم فيها إضافات كتير، كل شيء بحكي بالمحاضرة مطلوب ضيفوه عندكم. ها تمام تمام دكتور، بس لا تستعجل. تمام، فيها أكثر من سؤال دائما بيجي بالامتحان، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للاستاجات اللي عم ناخذه بالمشفى وبالكلية، مطلوب مننا الأسبوع الجاي عندنا استاجين ثلاثة وخميس أو ثلاثة وأربعة، متى بتحبوا إلى يومين بناسبوكم اللي بيحضروا بالمشفى. عندنا استاجين ناخذ يومين، لأنه الأسبوع هذا ما أخذناه، ناخذ استاجين الأسبوع القادم. تمام، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بالنسبة للامتحان عملي في ما في هاد مع إدارة الكلية، صراحة أنا ما بعرف، يقولون نعملوا امتحان نعمل امتحان، يقولون ما تعملوا امتحان ما بنعمل، بتناقشوا مع إدارة الكلية. تمام، عشان ما حدا يسألني، بس إذا كان في امتحان المطلوب مني اللي أخذناه بالاستاجات العملي واللي أخذناه بالمشفى. تمام يا زملاء، بس انقطع الصوت نبهوني مباشرة، حدا يدق لي على الواتس أو كذا. ها، والصوت واضح؟ واضح حكيم، واضح. تمام، اي واضح دكتور. انا ايه، نبدا المحاضره. التهاب القصيبات الشعريه، التهاب القصيبات الشعريه مقدمه ما هي مطلوبه، من اشهر الامراض اللي بنشوفها بحياتنا العمليه، تقريبا كل سنتين بتجي جائحه، كل سنتين بتجي عنا جائحه، يعني الطفل بعامه الثاني غالبا يكون قد اصيب مره واحده بالتهاب القصيبات الشعريه. هلا نجي على الشغلات الهامة والمطلوبة مننا. المسببات، أشياء فيروس بسبب التهاب قصيبات شعرية هو الفيروس المخلون التنفسي أو الـ RSV، 50% من الحالات يمكن عزله. إذن الفيروس المخلون التنفسي أو الـ RSV، ودائما نقول كلمة أشياء بتمنع. بعده بيجي البارا إنفلونزا والإنفلونزا، مكتوب في الكتاب إنفلونزا، هو البارا إنفلونزا بنسبة 25% من الحالات. بعدين بيجينا الأدينو فيروس بنسبة 5% من الحالات، وغالبا الأدينو فيروس بسبب لنا التهاب قصيبات زاد نحكي عليه لاحقا. إذا الأشعة والRSV 50%، البارا إنفلونزا 25%، الأدينو فيروس 5%. العمر الشائع للإصابة بالتهاب القصيبات الشعرية هو من 6 شهور إلى سنتين. الإنفلونزا نادرة ما تسبب التهاب قصيبات شعرية، واضح. البارا انفلونزا 25، 50% RSV، 5% ادينو فيروس، الانفلونزا نادرا. شو هو التهاب قصيبات شعريه؟ هو انسداد التهابي في الطرق التنفسيه السفليه. تمام، بس سمعنا ولد عمره تحت سنتين عنده وزيز، هو التهاب قصيبات شعريه حتى يثبت العكس. اشع سبب بمراجعه الاطفال تحت عمر سنتين المشفى بقصه وزيز هو التهاب القصيبات الشعريه. الإتيولوجي أو الآلية الإمراضية تبعته، بيصير عندي زيادة إفراز المخاط، بتنسد القصبات. تخيلوا معي القصيبات الانتهائية عم بصير فيها زيادة إفراز مخاط، شو عم بصير؟ الآلية انسدادية عم بنسد. عادة بيأتي بأعراض بادرية، قلناها هي الأعراض الانتهاء التنفس العلوي. شو هي أعراض الانتهاء التنفس العلوي؟ رشح، سيار أنف، شوية حرارة. بعد كم يوم تظهر أعراض النموذجية، وهذا صار حكينا عدة مرات، إنه بيجي عند أول دكتور، عند أول زميل منكم،
جاي الولد مرشح عمره سنة مرشح، روح بعد كم يوم بيجي عند الزميل التاني بصير عنده تسرع قلب، تاكيكارديا، تاكيبينيا، ديسبينيا، سحب ضلعي، سحب تحت القص، وتطاول زمن الزفير هام جدا، يجي بتطاول زمن الزفير، تسرع نبض، وزيز، خراخر، وأحيانا بصير عندي ضخامة كبدية. عودة الزميل الثاني بيقول له هذا التهاب خصيبات شعرية. طبعا الزميل الأول هو ما عارف إيه شخصه، بس إن معظم الأمراض الطبية بأعراض بادرية، قد يكون هو قريب، لكن إذا تطورت الأعراض النموذجية لاحقا وأهم تطاول زفير فهو التهاب خصيبات شعرية. أهم اختلاط له شو هو؟ الإنتان الثانوي. شو هي الإنتان الثانوي بصيب التهاب خصيبات شعرية؟ هو التهاب ذو الوسطى، ذات رئة، ذات رئة وقصبات، وقصور قلب احتقاني. طيب هذا الطفل أنا أجاني طفل عنده زلة تنفسية عمره سنة عنده تطاول زفير، توجهت لالتهاب خصيبات شعرية، شو بعمل؟ بعمل شيء اسمه صورة الصدر. بصورة الصدر شو منشوف؟ هدول سؤال هام جدا وبنجيبه دائما فحص تخرج. وهلا ببعث لكم صورتين ثلاثة على الجروب التهاب خصيبات شعرية، منشوف زيادة تهوية، تضيق منصف، صغر المشعر القلبي، تسطع قبتي الحجاب الحاجز، زيادة النقط في الساحتين الرئويتين، وزيادة التهوية في الساحتين الرئويتين. إذا حدا من الزملاء العبس يبعت لي الخاص أبعت له صورة عشان نرضى، صورة التهاب خصيبات شعرية أبعت له يا الوس يا رضى مين آسيا، بس بعتي لي كلمة على الخاص أبعت لك إياها أو حدا. تمام بس اكتب لي كلمة على الواتس ابعت لك اياها الصورة محمد. طيب اذا نرجع من عيد ونكررون الاعراض، صغر المنصف ابعت لك دكتور. تمام تمام والله بارك طيب يا بابا بعدها بنحكي نرجع من عيدون الموجودات شوية جماعي محاضرة صحيح صفحة بس نحن نعطى محاضرة كاملة أحيانا ها دي أهميته. أهم شيء عندي صغر حجم المنصيف، منشوف تسطع قبتي الحجاب الحاجز، ونشوف كمان ارتشاحات، ونشوف فرط تهوية بالساحتين. ليش ما بتطلع عندي دقيقة بس طيب العلاج يا جماعة شو العلاج؟ هو العلاج عادة عرضي. شو معنى العلاج عرضي؟ يعني الأعراض اللي عندنا أهم شيء هو العلاج الداعي بالأكسجين الرطب. شو بنعطيه؟ أكسجين رطب. واضح؟ أهم شيء عندي شو؟ أكسجين رطب. يمكن نعطي التغذية والإيماء. انتبهوا يا زملاء كتير أحيانا بتفشل عندي المعالجة بسبب الإيماء السيئة. حكينا الشوارد والسوائل حكيناهم في النظري، هدول جدا هامات. الإيماء الجيدة، الإيماء الجيدة. بس عم نطلع الصورة شوي ضيقة. طيب خليكم معي هلا بس شفنا الصورة ونبتلكم يا لحظة جوزي يا كمبيوتري أنا بعطي المحاضرة من الموبايل ما بتطلع معي. هي على الفلاش ما نعتمي هون أنا على الفلاش للأسف. طيب الإيماء الجيدة، موسعات قصبية، سالبوتامول يمكن نعطي، يمكن نعطي أدرينالين،
في مقولة بتقول الأدرينالين تحت 6 شهور والسالبوتامول فوق 6 شهور، مين بيعرف ليش؟ مين بيعرف ليش بعطي الأدرينالين تحت 6 شهور والسالبوتامول فوق 6 شهور؟ إذا كان عندي مفرزات بنعطي الإبراتوريوم هيحفظوها تماما. إذا الولد كتير عم تقشع وعنده مفرزات بنعطيه إبراتوريوم. أنا لما بيجيني ولد كتير عنده قشع وسعال والتهاب قصيبات شعرية بعطيه إبرازال أو الكومبيفنت والكورتيفنت. الكومبيفنت هو عبارة عن إمبراتوريوم زائد سالبوتامول. مين بنرجع سؤالنا، مين بيعرف ليش بيعطي سالبوتامول فوق 6 شهور والأدرينالين تحت 6 شهور؟ طبعا الكورتيزونات على رأس البردلون بنعطيها بالحالات الشديدة. ما حدا بيعرف؟ طيب وانتو معي؟ ولا راح يا دكتور معي. السالبوتامول بيشتغل على اين مستقبلات القصبات؟ بيتا واحد. بقولوا المستقبلات هيكون غير ناضجة قبل الست شهور، لذلك ما بأثر في السالبوتامول بعض البقولات يعني، واضح؟ لذلك بيعطوا أدرينالين تحت 6 شهور. طيب في دواء فيروسي هام ضيفوه، هذا مو منضاف عندكم، اسمه ريبافرين. ريبافرين ريبافرين هذا إمتى نعطيه؟ له استطبابات، هذا دواء فيروسي هو بأمراض القلب الخلقية بنعطيه وأمراض الرئة المزمنة مثل عسر تصنع القصبات. إذا ريبافرين إمتى نعطيه الدواء الفيروسي؟ بأمراض القلب الخلقية، 1-2 بأمراض الرئة المزمنة وعلى رأسها عسر تصنع القصبات. استطبابات القبول، الخدج، عمر تحت 3 شهور تقبلوه، اختلاطات في صورة صدر، بس عندي زيادة رئة مع التهاب خصيبات شعرية، عندي مشاكل قلبية ووعائية وعصبية، عندي نقص مناعة، الحالة العامة السيئة ورفض الرضاعة، هدول كلهم استطبابات قبول. طبعا دائما ضيفوا استطباب قبول بكل الأمراض، هو قلق الأهل وسوء الوضع الاجتماعي وعدم القدرة على إعطاء الدواء، تمام؟ يعني إما عنده جهاز إرزاز ولا عنده أكسجين وعنده برد بوز، يمكن إذا عندي محلات أقبله بالمشفى وكان طفلة ما كان حالته العامة سيئة، هدول يمكن نقبلهم، هذا بسموه قبول اجتماعي. طيب الوقاية هو البلي زوماب، مدى حضرنا عليه، اتفقنا أنه بدنا منه يحضرنا عليه شو هذا البلي زوماب، حكينا الأسبوع الماضي، كلفناكم بوظيفة يا حدا. إما تنعطى الباليزوماب هذا كله شخطو، الباليزوماب شو ما إما تنعطيه هذا الحكي كله شخطو تحته، بس كتبوا لدائلكم عليه. الأطفال تحت السنة زائد خصور قلب احتقاني، يعني بين قوسين اضطراب ديناميكية القلب، إما تنعطيه 1 أطفال تحت السنة زائد خصور قلب احتقاني بين قوسين اضطراب ديناميكية القلب، 2 عسر تصنع قصبات، 3 الأطفال مولودين تحت 29 أسبوع حملي نعطيهم إياه لمدة سنة كاملة. الأطفال المولودين تحت 29 أسبوع حملي نعطيهم إياه لمدة سنة كاملة. طبعا تقولوا لي دكتور نحن ما عم ننفذ هالشيء، عم نحكي الشيء العلمي اللي لازم يصير بدول الأجنبية، الطفل المولود تحت 29 أسبوع حملي بيعطوه إياه لمدة سنة. الأولاد المولودين بين 29 و 32 أسبوع حملي مع بي بي دي مع عسر تصنع قصبات بيعطوه لمدة سنة. 4-5 أطفال تحت سنتين مع عوز مناعي، كل طفل عمره تحت سنتين مع عوز مناعي بيعطوه. الأطفال تحت السنة 6 تحت السنة مع تشوهات تنفسية واعتلالات عصبية عضلية بيعطوه إياه كمان. نرجع نعيدهم إمتى نعطي الباليزوماب. الأطفال تحت السنة مع خصور قلب احتقاني اللي عندهم 2 عسر تصنع قصبات، 3 الأطفال المولودين تحت 29 أسبوع حملي بنعطيهم إياه لمدة سنة، 4 الأطفال بين 29 و 32 أسبوع حملي مع عسر تصنع قصبات لمدة سنة، الأطفال تحت السنتين مع عوز مناعي بنعطيهم إياه، الأطفال تحت السنة مع تشوهات تنفسية واعتلالات عصبية عضلية بنعطيهم إياه. واضح؟ إذا التهاب قصيبات شعرية اختصار شديد أشع سبب لمراجعة الأطفال تحت عمر السنتين بقصة وزيز، أشع سبب له الـ RSV آليته الانسدادية، بالزيادة عندي إفراز المخاط، بيبدأ بأعراض بادرية رشح، بعدين بتطلع عندنا الأعراض النموذجية وأهمها الوزيز وعسر التنفس وتسرع القلب وتطاول زمن الزفير. أحيانا بنشوف عندي خراخر وضخامة كبدية، أهم اختلاط هو الإنتان
اوتيوس ميديا برونشيت او ذاتي او قصبات وقصور قلب احتقاني. الموجودات الشعيبة بصور الصدر بتشوف زيادة تهوية. ذكروني اسبوع الجاي بداية تحت الكلية بالكمبيوتر موجودة بالفلاش عندي ما لقيت على الموبايل. تضيق المنصف صيغ المشهد القلبي تصدق قبتي الحجاب الحاجز زيادة النقط في الساحتين الرئويتين وزيادة التهوية الرئوية. العلاج الأهم هو العرضي أكسجين رطب تغذية وإيماها جيدة ونعطي موسعات قصبية والنابل ست شهور أدرينالين فوق ست شهور سالبو. إذا عندي مفرزات رطبة بنعطي الإبراتوريوم. الاسترويدات إلى فائدة إلى بالحالات الشديدة. قلنا الريبا فرين المضاد الفيروسي بيعطي قصور القلب الاحتقاني أو إذا عندي تشوهات رئوية أو أمراض رئة مزمنة مثل عصر التصلب القصبات. نقبل الأطفال الخداج تحت ست شهور أو تحت ثلاثة شهور. اختلاطات في صور صدور مشاكل قلبية وعائية وعصبية نقص مناعة وخالع عام بسيئة ورفض الرضاعة. الوقاية حكينا على البلي زوماب واضح؟ هذا بشكل مختصر التهاب قصيبات شعرية لازم ما تنسوه أبدا. جينا على التهاب قصيبات الساد هو نوع من أنواع التهاب قصيبات الشعرية بيسببه أن الأدينو فيروس عادة من شخصه بالخزعة. بيصير عندي عادة التندبات بعد الشفاء. أحيانا بنشوفه بعد عمليات زرع النقي وزرع الأعضاء. العلاج داعم ممكن نعطي كورتيزول. ليش؟ لأنه في عندي تندبات. ممكن نعطي موسعات قصبية ضيفوها كله ما منضاف. هذا قلنا لكم أي محاضرة كتير فيها إضافات. موسعات قصبية ومنعالج الإنتاج التنفسي عند حدوثه ومنعطي أكسجين. شو هو التهاب قصيبات الساد؟ هو السداد ثابت لا يتحسن على الموسعات. سريريا أعراض انسداد تنفسي سفلي غير متحسن على الموسعات بعد إنتاج تنفسي. يعني بيجيني إنتاج تنفسي علوي رشح وبعدها بصير عندي انسداد سفلي ما بتحسن على الموسعات. هذا التهاب قصيبات ساد. المسبب هو الأدينو فيروس. سريريا منشوف وزيز وخراخر. الصورة الشعاعية بتكون عادة أفضل من الأعراض السريرية. هذا التهاب القصيبات الساد هو نوع من التهاب القصيبات الشعرية بسببه الأدينو فيروس ويسبب لنا تليف وغالبا علاج الكورتيزون يمكن يفيد. طيب ننتقل على الشيء الهام جدا كمان. هي محاضرة جدا هامة بتمنى كانت فيزيائية. نحكي على ذوات الرئة. بس سريريا دكتور بس التهاب القصبات الساد سريريا لنا وزيز وخراخر. الصورة الشعاعية شو بتكون؟ أفضل من الحالة السريرية. يعني الحالة السريرية أبشع من الصورة الشعاعية. ما بشوف كتير موجهات بصورة الصدر سريريا والتشخيص أكيد الخزعة لنا. طيب ذوات الرئة دكتور معلش تعدنا علاجه. علاجه انه اذا في عندي انت من عالجه يمكن نعطي الموسعات مع انه فائدته قليلة وانه هو انه وزيز ما بتحصل على والعلاج الكورتيزون عشان تخفيف التليف. طيب نحكي على ذوات الرئة الذاتية بالعامية بسموها العوام أو ذوات الرئة. العوام الممرضة تحت 3 أسابيع هو الجي بي إس. هذا سؤال امتحان وامتحان تخرج كمان دائما بين 3 أسابيع و 3 أشهر. الار اس في الفيروسي والجرثومي مكورات رئوية. ذات رئة بدون حرارة كلاميديا. ضيفوا عنا إضافة بين 4 شهور و 4 سنوات الفيروسي الار اس في والجرثومي مكورات رئوية. إذا بين 4 شهور و 4 سنوات الفيروس الـ RSV والجرثومي مكورات رئوية. فوق الخمس سنين يعني سن المدرسة الفيروسي هو الإنفلونزا الجرثومي هو الميكوبلازما بعدين بتجينا المكورات الرئوية. واضحات كله نفس الكتاب بس بتضيف 4 شهور و 4 سنوات الفيروس الـ RSV والجرثومي مكورات رئوية. دول مثل اسمكم بتحفظونها. سريرية شلون بتظهر بذات الرئة؟ أي ما هي موجودة في الكتاب. واضحة شلون بتظهر ذات رئة؟ حرارة سعال عسر التنفس. في الحالات المزمنة بنشوف نقص وزن يمكن نشوف تعرق ليلي.
الحرارة عرض بارز متوقطعة ودائبة، ويمكن نشوف تظاهرات خارج رئوية مثل البطء القلب. نرجع نعيد تظاهرات زيادة الرئة. طبعا زيادة الرئة هي التهاب برانشيم الرئة، مو التهاب القصبات ولا القصيبات، البرانشيم تبع الرئة هنا بالتهاب. سريريا حرارة سعال عسر التنفس، زيادة الرئة بتظهر في الحالات المزمنة، بنشوف نقص وزن، بنشوف حرارة تعرق ليلي، الحرارة عرض بارز انها متقطعة ودائبة، وفي عندي تظاهرات خارج رئوية مثل بطء قلب، وهلا بنشوف بعض التظاهرات الجلدية. أحيانا يمكن نشوف ذات رئة مكتسبة بالمشافي بدور الحضانة، يمكن نشوف ذات رئة استنشاقية وعد الولادة، وهي من أهم أسباب الوفيات عند الأطفال. إذا يمكن نشوف أحيانا ذات رئة مكتسبة بالمشافي، أحيانا نشوف ذات رئة بدور الحضانة، وأحيانا نشوف ذات رئة استنشاقية، وذات الرئة الاستنشاقية من أهم أسباب الوفيات عند الأطفال. أهم علامة تشخيصية في ذات الرئة عند الرضع، مين بيعرفها شو هي؟ عند الأطفال الأكبر. تسرع تنفس، برافو عليك. أهم علامة تشخيصية في ذات الرئة عند الرضع هي تسرع التنفس والطحة. في الأطفال الأكبر هي السعال. إذن عند الرضع هي تسرع تنفس وطحة، عند الأطفال الأكبر السعال. ولد عم بيجينا عم بيسعل مع حرارة عالية عمره 65، هاد ذات رئة. رضيع بيجينا عنده تسرع تنفس وطحة وحرارة وعم يزرق، ذات رئة، حتى يثبت العكس. التشخيص عادة بصورة الصدر. الكريات البيضة عادة الاضطرابات من بعد ذات الرئة المكتسبة ما عدنا طحقنا معك. خديها من رفقاتك بنتي، إذا النت عندك قطع، بس قلنا كلمتين. وإذا ذات رئة عند الرضيع أهم معرض إلى تسرع التنفس، وعند الأطفال هي السعال. هل كتبتين انه ما عنده شيء غيره؟ انه اهم اعراض في تشخيص ذات الرئة عند الرضع هي تسرع التنفس والطحة، وعند الاطفال الاكبر هي السعال. طيب اذا كانت كريات البيض عندها تحت 20,000 وحساب اللمفاويات، عادة المسبب فيروسي. الجرثومة تكون كريات البيض كتير مرتفعة، عادة بتوصل 25-40,000 وحساب النترو او العديلات. اختبار التراص البارد بيفيدنا بتشخيص الميكوبلازما، هدول ضيفونا. في اختبار التراص البارد بيفيدنا بتشخيص الميكوبلازما، تمام. الاسلو بيفيدنا بتشخيص الجروب A، العقديات الجروب A، تمام. يعني الاسلو يا زملاء ما هذا روماتيزم، معناته هذا خطأ كتير شائع بذات الرئة. اذا كان مسبب الجروب A، العقديات المجموعة A، وحتى بالتهاب اللوزات او التهاب البلعوم، بنشوف الاسلو مرتفع، واضح. اذا الاضافات الضفرية التراص بيفيدنا البارد في تشخيص الميكوبلازما، والاسلو بالجروب A بالعقديات. شو التراص البارد حكيم؟ يعني اختبار بيسووه الدم اسمه اختبار التراص البارد، بياخذوا عين دم يوم الاختبار بيسووه التراص البارد. العلامات الموجهه لذات الرئة الجرثومية هي 3 علامات: الحرارة العالية الأكثر من 39 درجة، الارتشاح الفصي، وانصباب الجنب. إذا شفنا ارتشاح فصي يعني ذات رئة فصية أو حرارة أكثر من 39، وإذا عندي انصباب جنب غالبا السبب جرثومي. الفيروسات عادة من شخصة بالبي سي آر، مش من شخصة بالبي سي آر. تشخيص تفريق لذوات الرئة، نضيفوه هاي السل، الأورام، أمراض النسيج الضام، وقصور القلب. قصور القلب سوي لي ارتشاحات. إذا قصور القلب تشخيص تفريقي، أمراض النسيج الضام والسل والأورام. استطبابات القبول، كل مرض لنعرف العمر تحت 6 شهور، هنا بالتهاب قصيبات شعرية 3 شهور. كل ذات رئة أو قصبات أو ذات رئة تحت عمر تحت 6 شهور بنيمه بالمشفى. إصابة فصوص متعددة، ضيفوها هي ما بوجودة. إذا في عندي أكثر من فص من رئة منصاب، هذا استطباب قبول. متلازمة الصدر الحاد في فقر الدم المنجلي، هي بندرسها فصل الجيش لما بشوف فقر الدم المنجلي. الحالة العامة السمية السيئة الشديدة، يعني الولد تعبان بشدة، حرارته عالية، عنده فلاشينج، مشكلة تنفسية متوسطة يحسفوها، خطأ هي. مشكلة تنفسية متوسطة حسفوها. الطفل بحاجة لأكسجين، الولد أكسجته عم تنزل، عم تحط له أكسجين عم تحسن،
منين تجيب الأكسجين في البيت هذا بالنيمه بالمشفى؟ نقص المناعة، نقص إمعاء جيدة شديد، الولد ما بياكل لا بيشرب، أبصيرها بتجفف، إقياء أو عدم تغذية فبوية، تمام؟ فشل معالجة الفبوية المناسبة، فشل ومعالجة، ضيفوا الفبوية المناسبة. يعني الولد عم ياخذ أموكسيسيلين وما بتحسن أسبوع، ضل عنده حرارة، هذا ممكن نايمه بالمشفى، فشل معالجة الفبوية المناسبة. إذا عندي تظاهرات خارج رئوية وعلى رأسها الـ HUS 95% بتجي بعد الإسهال المدمى و5% بعد ذات رئة. السبسز، وإذا في عندي اختلاطات لذات الرئة ضيفوها، اختلاطات ذات الرئة من نايم الولد بالمشفى، يعني صار عنده صباب جنب، هذا من نايمه. ذوات الرئة أيام أنها تعطينا تظاهرات خارج رئوية. مثل إيش؟ في عندي تظاهرات العينية لذات الرئة ضيفوها. في عندي التهاب فقاعي بالعين بتسببه الميكوبلازما. ما شفتوا ذات رئة بعد التهاب فقاعي بالعين هو ميكوبلازما. التهاب ملتحمة كلاميديا. إذن الميكوبلازما بسوينا التهاب فقاعي في العين. الميكوبلازما بسوينا التهاب ملتحمة. في تظاهرات جلدية كمان ضيفوها مع ذوات الرئة. التظاهرات الجلدية حمامة عديدة الأشكال الميكوبلازما، حمامة عقدية بالكلاميديا. شوفوا يا زملاء جبنا لكم الفحص ذات رئة مع التهاب جلد فقاعي مع حمامة عديدة الأشكال المسبب ميكوبلازما. إذا جبنا لكم التهاب ملتحبة مع حمامة عقدية المسببة شو؟ كلاميديا، وخاصة إذا ذات رئة بدون حرارة. يا واحد تقول يعني دور اختبارات اخرى، بس شفتوا حمامه عديده الاشكال مع التهاب فقاعي بالعين ميكوبلازما، بس شفتوا التهاب ملتحبه مع حمامه عقديه او عقديه بكلاميديا. الاكتيميا والاكتيميا شو بسموها بالعربي؟ الغرغرينا، يعني تنخر، يعني غرغرينه الجلد شو بسموها؟ تنخر جلد. الاكتيميا بنشوفها بالبسيدوموناس بالزوائف الزجاريه. مظهر القوبال المعدية، هذا كتير بتشوفوه، مكورات عنقودية، هذا كتير بتشوفوه يا زملاء. ولد كان مرشح، اجاكم على عيادة الصبح مرشح، المساء اخذوه على المشفى وبموت. هذه مكورات عنقودية بتسوء حالته العامة بشدة، وبيطلع عنده بجلده مظهر القوبال المعدية، الولد كله بيطلع قوبال المعدية. وبتعرف القوبال المعدية هاي مكورات عنقودية. أحيانا بنشوف تنخر فم مع رائحة فم كريهة ذات رئة، شو هو المسبب؟ لا هوائيات. أحيانا بنشوف عند الطفل طلع عنده عقبول هيربس سيمبليس، المسبب هو عقديات رئوية. واضح؟ إذا من التظاهرات الجلدية ممكن توصلوا على المسبب. نرجع نعيده لأهميتهم، حمامة عديدة الأشكال ميكوبلازما، حمامة عقدية كلاميديا، اكتيميا أو غرغرينيا البسيدوموناس او الزواف الزنجاريه، مظهر القبال الماضيه، وهذا بيجي الولد الصبح المساء بموت غالبا وبسوء حالته، المكورات المذهبه او مكورات عنقوديه. يعني تنخر فم مع رائحه فم كريهه في الانترنت باللاهوائيات، والعقبول بنشوفه او الهيربس سيمبلس بالعقديات الرئويه. تمام. العلاج ذات الرئه في الحالات الخفيفه ممكن نعطي أموكسيسيلين انه هو عقديات، يمكن نعطي سيفالوسبوريدات جيل تاني او اوغمانتين ضيفوها. ندولا كل شيء عم بحكي ضيفوها، ما بدي كل شغله اقول ضيفوها. نعطي سيفالوسبوريد جيل تاني او اوغمانتين. في سن المدرسه قلنا المسبب هو الكلاميديا، معناتها بنعطي الماكروليدات. مين بيعرف ليش بعطي الماكروليدات ما بنعطي غير شيء؟ لانه الميكوبلازما ما لها جدار، تمام؟ والماكريد بقيه الادويه كلها بتشتغل على مستوى الجدار اذا بتذكروا الادويه، بينما الماكريدات مباشره بتشتغل على مستوى الخليه، لذلك بعطي الماكريدات. المشفى الابلانينو بالمشفى المرضى عفوا نعطيه سولبكتام، سيفالوكسيب جيل ثاني او ثالث، سيفالوسبوريدات يعني وسيفوكسيب، سيفالوسبوريدات جيل ثاني او ثالث عند الشك بالعنقوديات المذهبة، ونهاية بتجينا بظهر القبال المعدية نعطي فانكو أو كليندامايسين. يا جماعة الزنك يسرع الشفاء في الولدان النامية،
كل زيادة فيها كل إنتاج تنفسي لما تعطي أنتي بيوتيك حط معه زنك. الزنك يسرع الشفاء. أي تعلموا إضافة الزنك. طيب عنوان جديد بعد العلاج سموه زوات الرئة فيروسية. واحد ل RSV ده الأدينو فيروس. ثلاثة زيادة الرئة بالخلايا العرطلية. تمام؟ إذا عشان نفني زوات الرئة الفيروسية. RSV تحت السنة غالبا يسبب نقص أكسجين ويحتاج نوم في المشفى. لا تنسوا هون الريبافرين. يمكن نعطي الريبافرين. الريبافرين حكيناه بنعطيه بالتهاب القصيبات الشعرية نفسه. يمكن نعطيه بالذات الرئة الفيروسية بالRSV. الأدينو فيروس تحت 3 سنوات. وبتتذكروا حكيناه سابقا أشعة سبب التهاب البلعوم. قد يسبب ذات رئة منخرة أو تذكروا مرض خطير بيعملوا حكيناه سابقا شو هو التهاب قصيبات ساد. ذات الرئة بالخلايا العرطلة بنشوف هذا الأطفال مصابين بالحصبة. طفل كان مصاب بالحصبة بيصير عنده ذات رئة بالخلايا العرطلة. وبنشوف عنده اختلاط بصير عنده ذات رئة بالرئويات. وأحيانا قد يسبب لديه التهاب قصبات ساد ونسبة الوفيات تكون عالية. في صورة الصدر بنشوف علامة الزجاج المغشح. وعلاج هون داعم فيروسي كان مصاب بالحصبة. طبعا إذا شخصنا رئويات بنقعد نعطي أموكسيسيلين أو سيفالوسيلين جيل ثالث. بس بحكي على ذات الرئة بالخلايا العرطلية العلاج داعم. الإنفلونزا إذا بتتذكروا إنه فوق 65 فوق هو أشع سبب لذات الرئة في سن المدرسة هو 65. مشكلة الإنفلونزا إنه حبابي بتساوي ذات رئة فيروسية وفي سن المدرسة. بس شو مشكلتها؟ بتروح يضيفوها الإنفلونزا 4 ضيفوا 4 يعني كده 1 RSV 2 أدينو 3 ذات رئة بالخلايا العرطلية 4 الإنفلونزا. الإنفلونزا إنه بسبب ذات رئة فيروسية بعمر المدرسة أشع سبب. تؤدي إلى تخرب الظهارية تبعت الجهاز التنفسي بسبب النزات رئة ثانوية جرثومية. هي صحيح سببت النزات رئة فيروسية بس بتخرب لنا الجدار القصبات أو الظهارية الخلايا الظهارية بتساوي لنا ذات رئة جرثومية ثانوية. نحكي عادة بالإتيولوجي next. طب زوات الرئة الجرثومية عادة يعني الإتيولوجي تبعتها أول شيء تنتحى تليف شفاء. بالمرحلة الأولى والثالثة بنشوف خراخر فرقعية. عادة نسمع خراخر طيف وفرقعية في المرحلة الأولى والثالثة ونقص أصوات تنفس وأصمية بالقراء. هاي بنشوفها وين؟ بالمرحلة الثانية. إذا بالمرحلة الأولى والثالثة بالنطحة والشفاء بنشوف خراخر. بس صار عندي تليف شو بنسمع؟ نقص أصوات تنفس وأصمية بالقراء. واضحة الفكرة؟ المرحلة الأولى النطحة والمرحلة الثالثة شفاء بنسمع خراخر ونقص أصوات تنفس. في المرحلة الثانية في عندي تليف. شو بقى التليف؟ نقص أصوات تنفس وأصمية بالقراء. وأحيانا بسمع أصمية إيمات لما بصير عندي صباب. والأشياء اللي زوات الرئة الجرثومية شو الرئويات. ومنشوفها عادة عند بشيلوا طحال عند مرضى الخبثات النفروز نقص المناعة الIGG ومرضى القلب. عادة تحت 3 سنين بصير عندي شيء اسمه زاتي أو قصبات. يعني بنشوف ارتجاحات بكل الفص بين فوق 3 سنين بنشوف ذات رئة فصية فص كامل مثلث أو مربع أو غالبا مثلثية. ذات رئة فصية لازم تشوفوه بالأشعة بالصور. التشخيص عادة بذوات رئة جرثومية وإن الكريات البيض مرتفعة عندنا 15-40 ألف. أحساب إيش؟ أحساب العائلات لازم لها إضافة هامة جدا وحياتكم العملية. انخفاض البيض بعد البروغنوسيس مشعر سيء. البيض عالية ممتاز هذه ذات رئة جرثومية. بس انخفضت البيض صارت 2000
معناته هذا راح يدخل بصدمه ومشعر الثاني سيء. اذا انخفاض الكريات البيض مشعر سيء. اختلاطات ذوات الرئه الجرثوميه بشكل عام هي تقيح وانصباب الجنب. العلاج غالبا هو ان رئويات الاشعه هو البنسلين 17 ايام. اذا المريض بتحسس على البنسلين يمكن نعطيه ازيتروميسين. اثنين، ذوات الرئه بالعقديات الحاله الدم اي نشوف عادة بعد إصابة بالحصبة أو جدري الماء أو إنفلونزا. هدول كل واحدة منهم قصة سريرية سؤال امتحان يا زبلاء. طفل عنده حصبة وجدري ماء وإنفلونزا وصار عنده وعمره 4 سنين وصار عنده ذات رئة ارتشاحية بميزة ضخامة عقد بلغمية والتهاب بالعوب واللوزات. منشوف شعية بتشمل ميكوبلازما في كثافات برئتين وارتفع الأسلو. خلص قلنا لك ذات رئة بعد الحصبة وارتفع الأسلو هي عقديات إيه. التأكيد تشخيص الزرع العلاج بنسلين أو أزترو ونطلعها 7-10 أيام من هيك 7-10 كل واحدة حسب ال ذات الرئة. تمام يا زملاء؟ بس خلوكم معي كمان انتبهتوا علي. الله نحن قلنا واحد ذات الرئة من رئويات وحكينا عليها. قلنا الرئويات بنشوفها إذا ما كنتوا مزبطين الكتاب جيد. حكينا أول شيء ذوات الرئة الجرثومية قلنا بتعطينا نتحة وتليف وشفاء 3 مراحل. بالنتحة والشفاء بنشوف خراخر. الأصمية بنشوفها بالإصباب الجنب ونقص الأصوات بالمرحلة الثانية بالتليف. قلنا واحد المسبب ذوات الرئة الجرثومية بالرئويات وحكينا عنا الحكي السابق كله. اثنين العقديات الحالة الدم A. 3 ذات الرئة بالعقديات المذهبة. وضحت الفكرة؟ الكتاب فيه خربطة. الأشعة هي الرئويات واحد يعني ذات الرئة بالرئويات. هذا كله عن الرئويات عم نحكي. علاجها بنسلين 7-10 بينما العقديات الحالة الدم A 10-14 مدة العلاج هون هامة ها بالامتحان تجي هاي. ليش يا دكتور عم تطلب مننا؟ لأنه هذا كتير خطأ. لما بتعطي العقديات الحالة الدم بتعطيها بنسلين 7 أيام ما بتطيب. لازم بتعطيها على شي 10 بينما الرئويات عطيتها 7 أيام بتطيب. وواضح التقسيم اللي قسمناه واحد رئويات 2 عقديات حالة الدم A. طيب اختلاطاتها بسبب لنا انصباب مفصل ذات عظم نقي بسبب لنا انصباب جنب تقيح جنب. طيب ذات رئة بالعقديات المذهبة 3 كمان هي سؤال حكيناها سابقا قلنا بتلي انتهى طرق تنفسية علوي بعد الجريب. العوامل المواهبة انتهى طرق تنفسية علوية سيستيك فيبروسيس حكيناها سابقا تشوهات الخلقية في القصبات مرضى نقص المناعة وبالاستنشاق عادة بسبب لنا ذات رئة قمية وبتسبب لنا تقيح جنب. العلاج بنسلين الحالات شديدة فانكوميسين. انتبهوا يا زبلاء 21 يوم علاجها بالفانكو. يمكن نعطي ميتسلين ونيفاسلين ضيفوا لدول ميتسلين ونيفاسلين أشياء السبب لذات الرئة في عمر الحليب. يعني شو معناها تعد الرضيع؟ قلنا ولد رضيع عمره 6 شهور كان مرشح فجأة تعب وعنده سيستيك فيبروسيس شو التشخيص؟ ذات رئة بالعقديات مذهبة. العلاج هذا كل دورة بنجيب واحدة منهم قصة سريرية. العلاج بنسلين أو فانكوميسين في الحالات المعندة أو الشديدة 21 يوم. السؤال بيجينا عادة الانتهاء التنفسي علوي وشو ان التظاهرات الجلدية له قوباء او انتان جلدي وتدهور بالحالة مفاجئ. شو السبب؟ ذات رئة بالعقديات المذهبة عفوا. واضحة؟ طيب ذوات الرئة بسلبيات الجرام 4 قلنا انت صلنا 4 ما الاشعة هو الشير شاكولاي بنشوف عند حديثي الولادة اللي بتداول صدات فترة طويلة مرضى نقص المناعة. البسيدوموناس أشعة بنشوف عند الخدج ناقصين المناعة عند السيستيك فيبروسيس مستخدمي الصادات لفترة طويلة بيعملنا البسيدوموناس ذات رئة منخرة سفلية. العلاج سيفتازيديم مع أمينو جلوكوزيد. وقلنا البسيدوموناس شو العلامة الجلدية؟ الأكتيميا المواتية الجرجرينيا يعني الأكتيميا المواتية. تمام واحدة مكتوبة في العربي واحدة بالإنجليزي أكتيميا مواتية أو الجرجرينيا المواتية. بس جانا طفل عندنا يكون عنده علامة جلدية الأكتيبيا المواتية خلاص بسيدوموناس. علاج سيفتازيديم مع أمينوكلوزيد. طيب الميكوبلازما
تبين كلنا هدول الأسئلة، ها كل دورة بنجيب واحدة منهم فوق 65. السؤال ميكو بلازما جاف وفي عند التهاب غشاء طبي الفقاعي ومن شخص عادة دم بالأضداد الباردي، تمام؟ ميكو بلازما مميزة بخبريا في عندي نقص الصفيحات وليس البيض، اختلاط أشياء اختلاط بين ميكو بلازما انحلال دم، واختبار كومس بيكون إيجابي وعلاج الأزيتروميسين. يعني إذا جبتكم بالسؤال بالامتحان طفل عمره 67 عنده سعال وعنده التهاب غشاء طبلي، التشخيص ذات رئة، العامل المسبب شو؟ الميكوبلازما، العلاج السؤال الثالث أزيتروميسين. في عندي أحيانا ذوات رئة لا نموذجية بنشوف هدول عند المرضى السكري، قصور القلب، مشاكل قلبية، مشاكل رئوية، وعادة بتعطينا ذوات رئة شديدة. الكلابيديا، ما يميز الكلابيديا عدم وجود حرارة، تبهوا سن الإصابة 1-3 أشهر، هاي جبتها صار 20 دورة. كلاميديا الطفل عمره 2 شهر عنده التهاب ملتحم اندخالي والتهاب حليل، تمام؟ التهاب الحليل بيكون بغير السيلة البني، العامل المسبب مو السيلة البني، وما في وزيز وعندي ارتفاع حابضات، عجلته أزيترو بنسلين وما استجاب، شو هاي كلاميديا؟ العلاج أزيترومايسين. واضح؟ ذوات رئة استنشاقية وين بنشوفها؟ عند المساكين اللي عندهم مشكلة عصبية، شلل دماغي، ما في توافق بين المص والبلع. عند اللي عندهم اختلاجات، اقياءات. لما الولد بيختلج ايام، اجى بوصة اختلاج بيدخل بذات رئة، أو اقياءات شديدة يمكن يستنشق. طريحي الفراش، اللي عندهم نواصير، اللي عندهم مشكلة بالإحساس، اللي عندهم خزم رغامة، اللي عندهم جور. اللي عنده انشقاق حنجرة، اللي عنده شلل حبل صوتي، اللي عنده جور انشقاق حنجرة شلل حبل صوتي، الدائرة انه ما هي موجودة. اشياء سبب هو لا هوائيات وسلبيات الجرام. ليش دكتور لا هوائيات؟ الانتان يأتي من الفم وابستنشيق، الانتان نين يأتي من الفم، وين الاستنشاق عادة بيصيب؟ مثل الجسم الاجنبي بالطرف العلوي الايمن، احيانا بصور صدر بنشوف ارتجاحات وضعه والخماص. العلاج من علاج سلبيات الجرام واللا هوائيات ببنسلين جي وميترويدازول، واحيانا يمكن نعطي بالتلاكتام او الابيبينيم، الابيبينيم ضيفوه. احيانا بنشوف بصور صدر ارتجاحات معممة وليس فقط موضوعية. عند اضافة على السريع، ذوات الرئة عند المرضى ناقصين المناعة ضيفوها، اضافة ما موجودة، عنوان جديد، ذوات الرئة عند المرضى منخفضي المناعة. بنشوف عند مرضى نقص المناعة مثل مين؟ الاتش اي في، الليمفوما، استعمال كورتيزون، استئصال الطحال، العدو الطحال غير وظيفي، العدو العوز مناعي، العب ياخذوا علاج شعاعي او كيماوي. اذا ذوات الرئة عند المرضى ناقصي المناعة بنشوف عند الاتش اي في، الليمفوما، استئصال استعمال كورتيزون، استئصال طحال، طحال غير وظيفي، وعندهم عوز مناعة أو علاج شعاعي أو كيماوي. عادة هدول بنشوف عندهم الجراثيم ذات المحفظة. مين هن ذات المحفظة؟ مين بيعرفوا الجراثيم ذات المحفظة بعد دنا 2-3؟ أنكوديات وحبيات، تمام، والميكوبلازما. برافو عليكي والله. بتوري بكتاب أختك ولا من عقلك هدول؟ يا مش كان اسمك يسرى مكتاب اختك ولا من شطارتك؟ لا مكتاب اختي. يلا برافو عليك. يلا العوامل الممرضات، طفيليات، المقوسات القندية، السيستس كارينيا اذا بتعرفوه، الفطور، الكانديدا، الاسبرجونوسيز، الفيروسات، السيتوبيكلو فيروس، الار اس في، الانفلونزا والهيربس، وسلبيات الجرام، واحيانا الجراثيم. اذا من قسم الى طفيليات، العوامل الممرضه، المقوسات القنديه والكارينيا، الفطور، كانديدا والاسبرجينوسيس، الفيروسات، السيتوبيكلو فيروس، الار اس في، الانفلونزا والهيربس، والجراثيم، سلبيه الجرام. واضح هذا عن جراثيم سلبيه الجرام؟
ذات المحفظة حكيم شو هني ما مو واضح الصوت. ان قلنا العنقوديات عنقوديات عقديات بكم لازمة. طيب ننتقل للمرض اللي بعده هو التوسع القصبي. كلمتين على السريع عليه. مرض مو كتير منتشر لكن تشخيصه اياه صعب. عادة اما بيكون ولادي او مكتسب. كتير شائع في البلدان المتقدمة واشع سبب له في البلدان المتقدمة هو السيستيك فيبروسيس. تمام؟ اذا اشع سبب له في البلدان المتقدمة السيستيك فيبروسيس. طيب دكتور نحن عندنا السيستيك فيبروسيس. نحن للأسف المريض بيموت الطفل قبل ما يوصل لمرحلة التوسع القصبي. عرفتوا ليش شائع بالبلدان المتقدمة؟ الولد وبعيش وبعالجه بصير عنده بالأخير توسع قصبي. إذا السيستيك فيبروسيس أشع سبب للتوسع القصبي في البلدان المتقدمة، الحلقات الوعائية بعض التنازلات، انتهاء قصبي ووضع طويل الأمد وجسم أجنبي. أحيانا جسم أجنبي ولد بتشردق بزري بعد كم سنة بنشوف صار عنده توسع قصبي أو انتهاء موضع بس طويل الأمد. أحيانا نشوفه بعد السؤال ديكي وبعد الحصبي كان التوسع القصبي، نشوفه بعد السؤال ديكي أو بعد الحصبي. الصورة السريرية الشعارات هو السعال المنتج للقشع. نشوف حرارة، الحرارة بنشوفها بس عند وجود انتهان ثانوي، ما بنشوفها دائما بالتوسع القصبي. سعال المنتج للقشع، ولد كل يوم بيسعله بطلع له كاسة قشع، هذا توسع قصبي. حرارة إذا في عندي انتهان ثانوي، نفس دوب هو مرض مزمن بسوي لي كلابينج. نشوف خراخر رطبة وخراخر على الحل رطبة مستمرة. الوزيز نادر. بصورة الصدر بنشوف علامة فص الخاتم أو سكة الحديد. بنشوف علامة سكة الحديد وعلامة فص الخاتم. التشخيص الأكيد في السيتي سكان عالي الدقة. واي سيتي سكان؟ في السيتي سكان عالي الدقة. بنشوف له عدة أنماط. النمط الاسطواني هو نصلحه بس كلمة النمط الاسطواني قابل للعكس، والكيسي والمغزلي غير عكوس. إذا في عندي ثلاث أنماط له، نمط اسطواني بيكون قابل للعكس والنمط الكيسي والمغزلي غير قابل للعكس. العلاج منعالج بالصادات ومنعالج سببي وفيزيائي. إذا عندي جسم أجنبي أو نزف غير مسيطر عليه بنقوم بالجراحة. العنوان تحته انصباب جنب وليس تقيح الجنب. صلحوه يعني انصباب جنب أحلى. شو هذا انصباب الجنب دكتور؟ انصباب الجنب هو عبارة عن سائل في جوف الجنب. جوف الجنب البرولا شو بتعرفوا بها؟ في عندي سائل بقلبه هذا صار انصباب جنب. لما يكون هذا السائل قيح بنسميه تقيح جنب. واضح؟ لأنه عندي exudate و transudate. واضح يا زملاء؟ في عندي شيء اسمه exudate وفي عندي اسمه transudate. قيحي ونتحي. ممكن انصباب هو تقيح، لكن كل تقيح هو انصباب. ليش؟ لأنه وجود سائل في جوف الجنب اسمه انصباب جنب، لكن هالسائل إذا كان قيح بنسميه تقيح جنب. واضح الفكرة؟ صلحوها زي ما مصلحها في الكتاب. أشع سبب عند الأطفال انصباب الجنب هو ذوات الرئة، وهذا بيجي بعد الانتهاء بالأتشفيو عند الأطفال. إذا زوات الرئة بعد الانتهاء بالأتشفيو. عند البالغين قصور قلب احتقاني. هذا سؤال. أشياء سبب هو الأتشفيو. تمام. زوات الرئة عند الأطفال. عند البالغين هو قصور قلب الاحتقاني. إذا شفت انصباب جنب عند طفل فكروا بزوات الرئة. رحتوا على الداخلية شفت انصباب جنب فكروا بايش؟ قصور قلب احتقاني. طبعا في اسباب اخرى، مثلا الاورام بيسوي انصباب جنب وهذا علامه سوء انذار المريض ما بعيش اكثر من 6 شهور، بس نحن عم نحكي بشكل عام. طيب عند البالغين ان قصور قلب احتقاني ثم ذوات الرئه. عند البالغين إذا كان سبب قصور قلب احتقاني هو الأشياء ثم يأتينا ذوات الرئة. ذوات الرئة بيش عند البالغين؟ عند الأطفال ذات الرئة بالأتشفيو. عند البالغين ذات الرئة بتكون بيش؟ بالعقوديات مذهبة أو عقوديات رئوية أو عقوديات مقيحة.
إذا بالعقوديات مذاهبة أو عقوديات رئوية أو عقوديات مقيّة عند البالغين عند الأطفال أتشفيو. في البلدان المتقدمة أشهر سبب هو الرئويات. في البلدان النامية بلداننا الستاف أوريوس المقورات العقودية المذهبة. واضح يا زملاء؟ أنا بعرف عندكم محاضرة كان على 7. على 7 عندكم محاضرة؟ طيب إذا شفنا النواصير الأشياء هي العصية السلية. إذا في خراج تحت الحجاب الحاجز هي السلمونيلا. عادة في الأطفال بيكون لا عرضي. بعد المداخلات الجراحية السبب هو سلبية الجرام العقوديات مذهبة عند المرضى مصبطي المناعة عادة الفطور بس أول إضافات. بعد المداخلات الجراحية سلبية الجرام العقوديات مذهبة عند المرضى مصبطي المناعة عادة الفطور. المبلغ هيكتب وراي برجع بسمع الكلمتين الناقصاته. طيب الأعراض عادة ألم صدري طاعن يزداد مع التنفس. إذا الألم هو كل ما بياخذ الطفل النفس بيوجع صدره عرفوا هذا انصباب جنب. عسر التنفس حرارة فقد وزن. عند زيادة الانصباب أحيانا لما بتعبى الصدر كله مي بالعكس بيزول الألم. تختفي الأصوات التنفسية تنقص الاهتزازات الصوتية نسمع احتكاكات جنبية. الاحتكاكات الجنبية بنسمعها بانصباب جنب أصمية بالقراء. التشخيص عادة بزل وعزل المتعضية. إذا بزلنا طلع عندي في عندي شيء اسمه اكسيوديت ترانسيوديت أخذتوه كتير هدول ودول هماتا. البي اتش أقل من 7.3 بالاكسيوديت البروتين بيكون مرتفع. البروتين الجنب على البلازما بيكون أكثر من نص والال اتش دي بيكون أكثر من 500 والبيض أكثر من 50,000 حساب النترو. ها أكثر من 50,000 حساب النترو. والجلوكوز أقل من 60 هذا اكسيوديت قيحي. بينما النطحي البي اتش بيكون مرتفع البروتين قليل البروتين الجنب على البلازما أقل من نص الال اتش دي أقل البيض أقل الجلوكوز أكثر. إذا احفظوهم كل شيء بيكون بالإكسيوديت أكثر من عدا البي اتش والكلوكوز بيكون منخفض البي اتش والكلوكوز. بالترانسيوديت كله أقل من عدا الكلوكوز بيكون مرتفع والبي اتش. السل تقريبا كله بس الإكسيوديت فقط الكريات البيض بتكون مرتفعة على حساب مين اللمفاويات. إذا السل بيسمح القيحي الإكسيوديت فقط البيض بيكون حساب اللمفاويات هنيك حساب المعتدلات أو النترو. بس عالسرين طيب السببيات الاكسيوديت والترانسيوديت شو السبب؟ الترانسيوديت متلازمة النفروز خصول قلب تشمه كلب كبد صمي راوية التهاب تأمور عاصر. هذا سؤال الامتحان ما شاء الله عليكم هذا كثير سهل بالنسبة لكم. اكسيوديت هو الزوات الرئة الأورام التهاب بنكرياس صمي راوية. الصمي الرئوية بتعمل لي انصباب جنب بالسل بيكون أصفر شمعي مثل لون التبن الانصباب من لونه. واختبار ريفلتا بيكون إيجابي. إذا كان عندي السكر كتير منخفض بنفكر بشيء بسبب لنا الإكسيوديت زوات الرئة الخباسات التهاب المفصل وزوات والسل قلنا بينزل السكر كمان تحت 60. العلاج هو تفتير بالأنبوب. أحيانا ممكن نحط مضادات تخسر أنا بتخسر عندي الأنبوب. أخيرا وليس آخرا بنحكي على الانصباب الكيلوسي الجنبي. من شخصه بأن ثلاثيات الجليسيريد انتبهوا يا جماعة بالسال جنب ثلاثيات الجليسيريد الجنب على ثلاثيات الجليسيريد الدم أكثر من واحد والكوليسترول جنب على كوليسترول الدم أكثر أقل من واحد. هذا بنشوفه بانسداد الأجوف العلوي عادة بعد عمليات القلب المفتوح هذول أكيد يا سينا أو انسداد القناة الصدرية هو عادة إكسيوديت. وعلاجه حمية منخفضة حمض دسم متوسط السلسلة عالية البروتين وفيتامينات منحلة بالدم ومن ننسى تغطية باللا هوائيات البليكليندامايسين أو البتالاكتام وبيكون بالطرف الأيمن أكثر. هي درستوه أكيد بالانسداد الأجوف العلوي. طيب علاج انسباب الجنب الكيلوسي انبوب صدر. إذا في عندي قصور تنفسي ممكن نعمل نحطه على المنفسة وممكن نعطي التي بي ان. في الحالات المعندة نعطي شادات السوماتوستاتين الأوك ريوتيديد. هلا بكتب لكم إياه شاد تحفظوا الدواء.
تمام، شداد السوماتوستاتين. أحيانا نجي لعلاج جراحي هو رتق القناة الصدرية، ويمكن نعمل شنط جنب برتواني ويساق الجنب في الحالات المعددة جدا جدا. أنا آسف يعني حاولنا نستعجل كثير بالأخير، شاهدنا أنا حتى بالخمسة ونص السبعة المحاضرة يعني طلع عندكم محاضرة بال بالسبعة. يلا حكيم نتسمع عليه على التسجيل إن شاء الله. تمام. أي المحاضرة. أنا آسف الأخير عجلنا شوي. في حد عنده أي سؤال؟ محاضرة كثير هامة وأسئلة دورات دايما هي منها. حد عنده أي محاضرة يا زملاء؟ أي عفوا أي أي سؤال؟ دكتور راح نكمل المقرر كله؟ راح نكمل المقرر كله؟ بدي نحن بنضل نعطيه قبل ما يخلص الدوام، إيش بيلحق معنا وين يا عمه؟ تمام؟ يا رب. هذا عنده أي سؤال؟ أنا بدي أترككم لمحاضركم القادمة اللي سبقوا إيه معكم دايتين، تاخذوا تشربوا مي تصلوا كذا. الله يعطيك العافية حكيم. يعطيكم العافية.